اللي بتقلل المناعه فالفيروس الصدمه فجاه يعني يبقى حر جدا وفجاه الدنيا بالليل تقلب. فهو الملابس القطنيه الصبح ومعاه جاكيت لو الدنيا بردت بيلبسه لغايه ما الدنيا تستقر. طبعا لما في امهات اول ما الدنيا حررت شالت الشتوي. طب وبعدين العيال ايوه طلعت الشتوي. ايوه. لا هو الجاكيتات يعني ما بين خفيفه ومتوسطه هو يعني بلاش تغيير مفاجئ في اللبس بالنسبه للاطفال. بلاش ان احنا فجاه نقلعهم الشتوي ونلبسهم صيفي لان طبعا ده هيأثر على المناعة. طيب بما اننا داخلين دخله قويه على فصل الصيف، شفنا عينات كده من ايام حر جت من اسبوعين فاتوا، واضح ان درجات الحراره هتبقى مرتفعه. ايه اهم الحاجات او الامراض اللي لازم نخلي بالنا على اولادنا منها، وخصوصا النزلات المعويه؟ يعني ايه اشهر الامراض اللي ممكن تيجي لاولادنا في فصل الصيف؟ التسمم الغذائي طبعا والنزلات المعويه من الاكل الفاست فود. ده طبعا احنا كل شويه بنتكلم في الفاست فود ومفيش فايده. فالفاست فود والحاجات فيها يعني مثلا الشاورما دي لما مش بتخلص اللحمه اللي على المكنه، انا بدخلها جوه واطلعها وادخلها واطلعها. دي اكتر حاجه بتجيب مشاكل. اكتر حاجه بتجيب هي كمان بتختلف درجه حرارتها. أيوة. فبتضرب طبعا. فدي اكتر حاجه بتجيب مشاكل للاطفال، وهم طبعا بيعشقوا الحاجات دي. فالنزلات المعوية في الصيف دي هي دي سببها الأكل خارج البيت. وطبعا مش يعني عشان تتحكمي في الطفل وتقولي له ما تاكلش بقى، يعني انت شطارتك بقى. طبعا ده يعني. هل ممكن لو مصر على الجانك فود ممكن ناخده نسخنه في البيت تاني، يعني نضمن انه اتعرض لدرجة حرارة عالية ولا هيفقد الطعم الملوث الجميل؟ لا لا طبعا، هو لو حاجة فاسدة هتعملي ايه لو سخنتيها؟ صح يعني صح. لا طبعا، فأهم حاجة ان احنا ما نحاول نقلل الفاست فود. طبعا النظافة بقى اللي هي ما يرجع من بره يغسل ايديه قبل ما ياكل، يغسل ايديه، ما يتعرضش لاماكن مزدحمة، يلبس الماسك. السان بلوك مهم جدا برضه عشان ضربات الشمس. اما يبقى في مكان حر او بيلعب في مكان حر ياخد مع المية علشان ما يحصلوش جفاف. يعني في حاجات في الصيف بقى دي لازم ياخد باله منها. والملابس قطنيه طبعا على قد ما نقدر عشان التعرق بقى ما يبقاش ما يضربش. وبعدين نخلي بالنا برضو من حمامات السباحه والتهاب الاذن عند الاطفال. دي نقطه مهمه عايزه حضرتك تكلميني عليها. يعني طب احفظ ازاي سلامه ابني او بنتي من حمامات السباحه وهو او هي عندهم تدريب ومجبرين؟ هل في حاجه تعمل وقايه السدادات؟ شويه شوي بس. طبعا الطفل اللي هو بتجيله التهابات متكرره ده بخاف عليه، احط له سدادات. ولازم يعني لازم احط له سدادات، والا يعني مفيش حل تاني. هو كل شويه بيجيله التهاب في الاذن، التهاب المتكرر ده برده مش حاجه لطيفه يعني. فبستعمل سدادات. طيب ايه تاني امراض صيفيه بتورد على حضرتك ان بيبقى الامهات بتعاني جدا مع اولادها فيها؟ هي زي ما قلت لحضرتك الاسهال والترجيع، دول اهم حاجه وبيوصلوا لمرحله الجفاف. ايه خطورة الاسهال؟ يعني المية بتنزل من جسم الطفل يعني. الام بقى ساعتها لازم ايه يعني الاسعافات الاولية للاسهال حتى ما قبل الطبيب؟ سوائل مية لازم يشرب، لازم تعوضه عن المية اللي بيفقدها في البراز او في الترجيع. ده لازم تعوضه بسوائل. عندنا تكلم الصيدليه زي ما بتكلم كده وتقول له هات انتيباتيك، تقول له عايزه محلول الجفاف بس ويشرب. بلاش ما عندهاش حد ينزل الصيدليه او مش قادره تكلم الصيدليه، شويه ميه ونص ليمونه ونص معلقه ملح. اعوضه، لازم اعوضه. ما فيش اي افتح له 7 اب اديله عصير تفاح اي حاجه، المهم ان انا ما وصلوش لمرحله الجفاف. وانا حتى لما بيجي لي طفل بقول لها انا مش عايزاكي توصلي لمرحله انك تروحي تعلقي محاليل في المستشفى، لان اصلا المستشفيات هم بيخافوا عشان الانفكشن وكده. طب وانا ليه اوصل للمستشفى؟ الحقي انت ظبطي الدنيا، ما توصليوش لمرحله الجفاف. سوائل على قد ما تقدري تعوضي اللي هو بيفقده لغايه ما ياخد العلاج. دي الاسعافات الاوليه للام تقدر اهم حاجه السوائل عشان ما يدخلش في جفاف انها تعملها. طيب دلوقتي بيبقى في بعض الاطفال عارفه يا دكتور رفيعين زياده، وتحاولي تاكلي يعني تسالي الام والله باكله الصبح واكل بيض، الظهر واكل مش عارفه ايه، العصر وبرده مش باين عليه، وتحسي لما تشوفيه كده ان تحت عينيه اسود ورفيع ليه؟ بيجي لي كتير اكيد حضرتك بتشوفي. اول حاجه اقولها عملتي له تحاليل قريب؟ تقولي لا. تعمل تحاليل ايه بقى؟ لازم اعمل تحليل دم، صوره دم كامله عشان لو عنده انيميا
او نقص حديد لازم هيكون عنده سدة نفس او ما بياكلش الاكل او هي فاكره ان هو بياكل بس بياكل الاكل اللي هو اللي مش مفيد. لو عنده انيميا اعمل فيتامين دي، ودي ظاهره انا مستغربه حتى للاطفال ان في مصر ده انا قلت الستات بس اللي هيلا فيتامين دي، خدوا فيتامين دي عشان هشاشه العظام. جاي طفل امبارح فيتامين دي عنده 6، ستة ده ماشي ازاي انا مش عارفه، لان الفيتامين دي مهم جدا للعظم والنمو والذكاء وكل حاجه، داخل في كل حاجه فيتامين دي. طب ياخده بقى كمكمل غذائي ولا يقعد لا في الشمس؟ لا علاج، بياخد علاج طبعا لما يوصل لمرحله، بياخد علاج ولازم طبعا يقعد في الشمس على الاقل تلت ساعه في اليوم في وقت معين، بقول لها لازم تعرضيه للشمس. تقول لي ما عنديش مش عارف مكان، اي حته تلاقي داخل منها شمس قاعدين يعني لازم ياخد. ارخص حاجه في الفيتامين دي الشمس. فالفيتامين وتعري اجزاء من ايديه ورجليه لازم طبعا. ما ينفعش وهو لابس كل هدومه الشمس، فاقول لها مثلا خليه لابس شورت وكده ويتعرض للشمس نص ساعه او ثلث ساعه في اليوم. زائد انه لازم ياخد علاج في الحاله دي، علاج مكثف يعني، عشان نقص فيتامين دي ده بيعمل مشاكل كتيره جدا. بيعمل ايه؟ اولا هي بتيجي اصلا تقول لي رجله بتوجعه وما بيلعب بينهج ولما مش عارف ايه، اصلا فيتامين دي داخل في كل حاجه. عشان العظم، عشان المناعه، عشان الازمه، داخل في ازمه اللي عنده نقص فيتامين دي سهل ان يجي له الرب. يعني الفيتامين دي داخل في كل الشكاوى بتاعه الامهات، حتى الخصوبه. يعني في كل حاجه، في كل حاجه. ففيتامين دي ده مهم جدا. وفي للاطفال بيبقى نقط، يعني ما بيبقوش مضطرين ان هم يبقوا. هو الروتين دلوقتي اول ما الطفل بيتولد بنقول لها 4 نقط في اليوم لغايه عمر سنه، ومن سنه لسنتين 6 نقط، بعد كده تعملي تحليل عشان نشوف هل هو عنده نقص نديله جرعه العلاج ولا هنفضل نديله البروفيلاكتيك دوز. بالظبط. ففيتامين دي ده مهم جدا. انا بشكر حضرتك، اديتيني